لسه بنتواصل مع حضراتكم بطولة أبطال أوروبا على مستوى الشامبيونز ليج مع الناقد الرياضي إيهاب الجنيدي. إيهاب، في مباراة كمان كان بنتكلم عليها، مباراة قوية، بنتكلم على زي ما قبل الفاصل كنا بنتكلم على المان يونايتد. المان يونايتد كفريق إنجليزي، وأنت قلت يمكن في البداية إنك متوقع إن كل الفرق الإنجليزية هتصل لدور القادم، لدور الثمانية. مباراة بنتكلم على اليوفنتوس والتعادل 1-1 في مباراته امبارح، كانت مباراه قويه على مستوى المنافسه، حتى بنتكلم اليوفنتوس بعيد طبعا عن المنافسه في السيريا، لكن التشامبيونز ليج زي ما بنتكلم ان تشيلسي هدفه الرئيسي هو التشامبيونز ليج، بنتكلم كمان اليوفنتوس بعده شويه عن المنافسه امام الانتر وامام الميلان، بتحط هدف واضح امامه اللي هو الحصول على التشامبيونز ليج. شفت المباراة ازاي امبارح؟ مباراة كانت قوية جدا. فيا ريال طبعا 1-1. فيا ريال فرقة من الفرق الكبيرة طبعا، اللي الكبيرة أوروبيا، يعني حتى على صعيد الدوري الأوروبي في السنين اللي فاتت النتائج اللي كانت بتعملها ودخولها دوري أبطال أوروبا بقت ليها نتائج بتعملها، حتى إن كانت بعيدة برضو في الدوري الأسباني عن اللقب أو إنها تاخد اللقب في ظل قوة ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو في السنين اللي فاتت، إلا إنها فرقة أوروبيا دايما موجوده، دايما موجوده كل على مدار السنوات الاخيره اللي فاتت، بتوصل لادوار متقدمه، بتوصل لادوار متقدمه وبتعمل. باريخو سجل لهم هدف جميل امبارح شفناه، ولكن اليوفي فرقه بطوله، نفس اللي كنا بنقوله في مانشستر يونايتد، فرقه تاريخ في اوروبا، فرقه تقيله في اوروبا. اما تقابل يوفنتوس احد الاسماء الكبيره دايما تحصل قرعه على كابتن، تحصل حاجه، انت هتقابل يوفنتوس. يوفنتوس مش فرقه سهله. امبارح عندهم حل جميل جدا تمثل في المهاجم القوي جدا الصربي فلاهوفيتش. فلاهوفيتش مكسب كبير جدا حققه نادي يوفنتوس انه قدر يضم اللاعب ده، الخليفه اللي هم مشوا رونالدو خلاص في الميركاتو الصيفي، جم في الميركاتو الشتوي وجابوا فلاهوفيتش. فلاهوفيتش مهاجم مميز جدا، مهاجم قوي جدا، بيتميز كل حاجه، قدرات بدنيه عاليه، طول. والجول اللي جابه جول حلو قوي من وضع صعب جدا، ظهره للجول وبيحط الكوره في الزاويه البعيده كمان، ده في اول في الدقيقه في الثانيه 55 قبل، يعني قبل طبعا ما تكمل كمان دقيقه احرز هدف. وده السؤال عايز اساله لك، يعني التقدم بهدف مبكر امام فيا ريال، وبالرغم من كده لم يستطع اليوفنتوس حتى انه الحفاظ على الهدف او حتى اضافه هدف ثاني. هو يا كابتن برضه زي ما بقول لازم ما ننساش قوه الفرقه المنافسه، الفرقه المنافسه فريق قوي، فريق بيتعب ريال مدريد وبيتعب برشلونه في الدوري وبيقدر يحقق منهم ويخطف منهم نقاط ويحقق نتائج ايجابيه، ولكن يوفنتوس زي ما حضرتك قلت من شويه الهدف الاساسي ليه السنه دي هو دوري ابطال اوروبا، عنده عناصر تقدر تساعده في الموضوع ده، عنده عناصر في ظل التركيز من الاداره والتركيز من مسؤولي يوفنتوس ومن المدير الفني المخضرم ماسيميليانو أليجري على البطوله دي. خلي بالك هم مشوا أليجري بعد ما خسر في الدور في النهائي، نهائي دوري ابطال اوروبا من سنتين، مشوه عشان هو الحلم بتاعهم دوري ابطال اوروبا. رجعوا بعد التجربه اللي عاشوها مع بيرلو، اندريا بيرلو النجم الشاب، رجعوا تاني لأليجري، وأليجري قدر يعمل مشروع جديد دلوقتي مع يوفنتوس، هو حلمهم بيعتمدوا على مجموعه من اللعيبه في ظل غيابات مؤثره جدا، استغنوا عن رونالدو، استغنوا عن اللعيبه في الميركاتو صيف وفي الميركاتو شتو اثرت عليهم، ولكن فلاهوفيتش عوض ده كله. فلاهوفيتش كان ثالث اغلى صفقه كابتن في التاريخ في الميركاتو الشتو، انك تضمه 75 مليون يورو وبعض التقارير بتقول 80 مليون يورو، ده ثالث اغلى صفقه في التاريخ في الميركاتو الشتوي في تاريخ كره القدم. فصفقه مؤثره جدا ودفعوا فيها كتير، وحقيقي حتى الان في خلال مباريات اليوفي ما انتبهها، لا في تاثير، في تاثير، وهو تقريبا شايل الجانب الكبير من الحمل الهجومي للفريق في المباريات اللي خاضها. صحيح، على مستوى الارقام وعلى مستوى الاحصائيات لهذه المباراه امام يوفنتوس امام فيا ريال، نشوفها مع حضراتكم ونتابع الارقام، لان الارقام ساعات بتدي دلائل معينه حتى على مستوى مباراه العوده. اليوفنتوس التعادل 1-1 مع فيا ريال، 4 فرص اليوفنتوس مقابل 4 فرص لفيا ريال، كل فرقه قدرت تحقق منها هدف، اهداف المتوقعه لصالح الفيا ريال 1.3 مقابل 0.8 لليوفنتوس، الاستحواذ تقريبا لصالح الفيا ريال تقريبا 60-40، التمريرات نسبه التمريرات الصحيحه اليوفنتوس 87%، فيا ريال 88%، تصويبات 7 لليوفنتوس منها 2 ما بين القائم والعارضه، 9 فيا ريال منها 3 ما بين القائم والعارضه، 7 عرضيات يوفنتوس 15 عرضيه فيا ريال، الركنيات ولا ركنيه ليوفنتوس مقابل 4 لفيا ريال.
في ارقام تحب تعلق عليها بالنسبه للاحصائيات نقدر ناخد منها سير المباراه؟ الاستحواذ يا كابتن، استحواذ اللي هو في ريال زي ما بنقول في ريال بعد الهدف بتاع اليوفي استحوذوا على المباراه، فرقه بتعرف تستحوذ على المباراه وفرقه بتعرف تلعب قوي على ملعبها، استحوذوا على الاهداف. ولكن نقدر نقول مش عايزين نقول انه استحواذ سلبي في ظل ان عدد الهجمات لليوفي اكتر، يعني لو شفنا عدد هجمات اليوفي في الارقام اللي استعرضناها لا عدد هجمات اليوفي كان اكتر، ولكن هو استحواذ برضه ما نقدرش نقول عليه سلبي لانه من خلال الاستحواذ ده قدروا يسجلوا هدف التعادل عن طريق باريخو نجمهم باريخو فده 66. ولكن برضو النقطه النهائيه في المباراه اللي انا اقدر اقول انا ارشح بقوه يوفنتوس للعبور لدور الثمانيه في المباراه العوده. اتوقع يعني مباراه العوده لصالح اليوفنتوس، هيكون لصالح اليوفنتوس. طيب نشوف امري طبعا المدير الفني لفيا الريال قال ايه بعد التعادل مع اليوفنتوس 1-1.